أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. صعقة كهربائية عالية الفولتاج عادة ما تقتل، ان لم تقتل تصيب الشخص بتبعات وآثار سيئة شديدة إلى آخر عمره بل كما يقولون تؤثر حتى على أولاده الذين يولدون بعد هذه الصعقة ولعله غير اولاده احفاده لعله تبقى الاثر صعقت لحظه ثانيه واحده لعلها اذا كانت كهرباء قويه هناك امور سيئه بالعقل والعلم ندرك انها سيئة. هناك امور سيئة بالعقل والدين ندرك انها سيئة. هناك امور سيئة العقل وحده يكفينا ان ندرك انها سيئة. هذه تسمى بالمستقلات العقلية. يعني العقل وحده من دون علم. من دون دين، هو العقل وحده يدرك ان هذا الشيء سيء. او العقل وحده من دون علم، من دون دين. العقل وحده يدرك ان هذا الشيء حسن، هذه تسمى المستقلات العقليه، العقل يستقل العقل وحده يتمكن ان يدرك ان هذا الشيء سيء او حسن، مثلا العدل حسن، هذا مثال الفقهاء. العدل حسن كل البشر يعرفون كل شخص عاقل يدرك ان العدل شيء حسن حتى لو كان جاهلا الشخص يدرك يعني لم يكن عالما حتى لو لم يكن الشخص متدينا بدين يدرك ان العدل شيء حسن من المستقلات العقليه التي يدركها العقل وحده ناهيك عن العلم ناهيك عن الدين قبح الظلم الظلم شيء قبيح لا تجد في البشر كلهم شخص عاقل يقول الظلم شيء حسن لا تجد حتى الظالم الظالم لا يقول الظلم شيء حسن هو لا يحب الظلم عليه لا يحب أن يظلمه أحد الظالم يبرر يقول أنا لست ظالما لا يقول الظلم شيء حسن كل العقلاء متفقون على قبح الظلم قبحا شديدا الظلم مثل تلك الصعقة الكهربائية الشخص الظالم بسبب ظلمه تترتب عليه مجموعه من الاثار السيئه ارتكب ظلما هذا الظلم له تبعات له اثار سيئه كما ان الصعقه الكهربائيه في ثانيه واحده تترك اثارا الى اخر عمر الشخص لعله في نسله الظلم هكذا من اثار الظلم السيئه اولا ثانيا ثالثا طبعا اثار الظلم لا تنتهي اذا اردنا ان نتحدث عن اثار الظلم لا اقول ساعات ايام لعله اسابيع اشهر لا ننتهي من اثار الظلم السيئه على الظالم اولا وهو الاخطر 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 العذاب الاخروي اجعله على جانب، وهو الأخطر لحظة 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 طرفة عين عذاب أخروي أسوأ من أن الإنسان يعذب طيلة حياته في الدنيا تعذيبا قاسيا. أولا العذاب الأخروي كما تحدثت عن العذاب الأخروي للظالمين. ثانيا: بعض الذنوب لها اثار سيئة في اخرة الانسان، لكن ليست لها اثار سيئة في دنيا الانسان. بعض الذنوب بالاضافة الى الاثار السيئة في الاخرة، تترك اثارا سيئة كبيرة في دنيا الشخص. من اشدها الظلم. من الذنوب التي تعجل عقوبتها البغي على الناس كما في مضمون الروايات الشريفه، البغي الظلم تعجل عقوبتها ناهيك عن العقاب الاخروي اثارها السيئه اثاره السيئه الدنيويه الظلم يوجب قصر العمر الشخص المكتوب له من العمر مائة سنة مائة وخمسين سنة بسبب الظلم خمسين سنة من عمره ينقص سبعون سنة من عمره ينقص لا فلان ظالم عمر سبعين سنة هذا كم العمر المكتوب له كان من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه عجيبة الرواية أكثر يعني أقل تقدير أن نقول أكثر من خمسين بالمئة لا كلمة أكثر لا تطلق على قليل فوق الخمسين بالمئة يعني سبعون بالمئة مثلا سبعون بالمئة مثلا أقول أنا من الناس يموتون بذنوبهم أجله لا زال باقيا يموت خلاص ولعل هذا أحد الأسباب أو أحد أهم الأسباب لطول العمر في عصر الرجعه في عصر الرجعه حسب الروايه الشريفه الاعمار تكون بالالاف لعل احدى الاسباب لعل من اهم الاسباب في ذلك الزمن الظلم ينزل الى ادنى مستوياته لا اقول لا يوجد من يظلم ولكن باعتبار الشخص اذا ظلم يجازى فورا بسرعه فالظلم ينزل الى ادنى مستوياته الاعمار تطول ليس هذا السبب فقط هناك اسباب ثانيه ايضا مذكوره في الروايه الشريفه ولكن هذا لعله من الاسباب المهمه الظالم عمره عمره ينقص يقصر كم لا اعلم ما هي المعادلات لا اعلم الظالم البركه تذهب من عمره البركه تذهب من ماله عنده اموال كبيره اموال غير مباركه هذه الاموال نفسها تكون سببا لتدميره لزوال كيانه لتخطيطه في حياته هي هذه الأموال نفسها أمواله التي يصرفها هذه الأموال نفسها أموال غير مباركة يصرفها أموال كبيرة بالمليارات فلتكن هي ملياراته سبب لقتله ملياراته سبب لتدمير حياته ملياراته سبب لنسف اسمه بعد موته هي المليارات هذه الأموال التي جمعها بالحرام جمعها بالظلم انت تجئ ترى امواله الكثيره لا ترى ان هذه الاموال ليست مباركه لا توجد بركه فيها تنقلب عليه عليه نفسه يخربون بيوتهم بايديهم يوجد عاقل يخرب بيته بيده نعم نعم هؤلاء طبعا ليسوا عقلاء بمعنى العقل الديني البركه تذهب من نسله نسله يكون نسل غير مبارك اولاده يكونون احبابه اولاده او غير اولاده احبابه الذين احبهم كثيرا يكونون يكونون سببا لتدميره لقتله نعرف ام لا؟ نعرف نماذج وتعرفون نماذج أقول سبب لقتله هذا الأهوان لا سبب لتدمير كيانه تدمير اسمه اسمه يكون سيئا هو هم هؤلاء آه نفسهم بركة البركة ما موجودة وآثار دنيوية وآثار دنيوية لا فلان ظلم أخذ التذ تلذذ في الدنيا أنت ترى هذا المظهر ظلمه ما الذي دمر في حياته الله عز وجل لا يخاف من شيء إنما يعجل من يخاف الفوت الله لا يخاف أن يهرب شخص من يده اليوم يمهله غدا يمهله خمسين سنة سبعين سنة يمهله ليس مهما عند الله. امهل فرعون مئات السنوات. فرعون ليس مهما عنده. ثم ياتي يوم يتبين ان فرعون هو الغالب ام لا. العذاب الاخروي، ثانيا العذاب الدنيوي، الاثار السيئه الدنيويه. ثالثا هذا غريب. خذوا هذه الكلمه مني وتاملوا فيها بالنسبه للظالمين الذين ترونهم. احدى الاشياء التي تحصل في الظالم بسبب ظلمه الغباء الشديد. ظالم. حسب تعبير الناس ذكي جدا حسب تعبير الروايه الشريفه شيطنه هذه ليست ذكاء انسان عنده من الشيطنه ما عنده بعض ابده الاشياء لا يراها بعض الامور التي يفهمها كل الناس هو لا يفهم حقا لا يفهم لا يفهم ختم الله على قلوبهم، قلبه لا يدرك. وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. حقا لا يرى. لا اقول لا يعير اهتماما، لا بعض الاشياء لا يعير لها اهتماما، بعض الاشياء اصلا لا يراها. احد الطواغيت في عصرنا. في اوروبا قبل سنوات سقط حكمه طاغوت سفاك للدماء بعد فتره اخذوه حاكموه اعدموه طاغوت العراق البائد خطب خطابا لعل البعض يتذكر بعد ان قتلوا ذلك الطاغوت اعدموه خطب خطابا وقال هذا جزاء الطغاة يعني ذاك ما الذي كان عنده أنت ما كان عندك ذلك الشيء سفك دماء أنت سفك دماء أكثر من ذاك مصادرة أموال الناس أنت صادرت أموال الناس أكثر من, من ذاك إخافة الناس أنت أخفت الناس أكثر من ذاك بعض الأشياء يتجاهل الظالم فيها بعض الأشياء حقا لا يراها لا يرى يراه كل الناس كل شعبه حتى أقرب المقربين إليه يدركون أن هذا أسوأ من ذاك هو لا يفهم حقا لا يفهم ثم قال أن الطغاة يلزم أن يتجهزوا لهذا المصير هو لا يفهم سبحان الله وايضا هو مشى في هذا المصير بالضبط سقط حكمه بعد فتره اخذوه من حفره سجنوه حاكموه اعدموه هو لا يرى غباء غباء هذا غباء ختم الله على قلوبهم هذا لا يفهم صح حقا لا يفهم إحدى آثار الظلم إحدى آثار الظلم أن الشخص يصاب بغباء غباء غباء لا يدرك الظلم يترك آثارا سيئة في الآخرة يترك آثارا سيئة في الدنيا يوجد في الشخص غباء شديدا ليس غباء عن قضايا ليست ترتبط به لا قضايا مرتبطة به لا يراها لا يفهمها ولذا تراه مرة واحدة يسقط نتحدث عن الظلم فورا الاذهان تذهب الى الطغاة السفاكين للدماء، صحيح اولئك اظهر مصادق الظلم ولكن الظلم ليس خاصا باولئك فينا فينا الظلم هو التجاوز على حق واجب لشخص ايا كان، هذا يسمى ظلما ممكن الزوج يظلم زوجته، نعم ممكن يتجاوز على حقها الواجب الزوجة ممكن تظلم زوجها نعم ممكن تتجاوز على حقها الواجب الأبوان من الممكن أن يظلما أولادهما نعم ممكن الأولاد من الممكن أن أن يظلموا الأب والأم أم نعم ممكن الصديق ممكن أن يظلم الصديق نعم ممكن الحق الواجب هذا له حق واجب علي أن أتجاوز على حقه الواجب هذا يسمى ظلما نعم يسمى ظلما ظلم في شخصيته ظلم في أمواله ظلم في وجاهته تشويه سمعته هذا ظلم ظلم هذا آثار الظلم في الآخرة في الدنيا غباء طبعا وآثار أخرى من طبعا طبعا هذا الظلم ليس مثل ظلم ذاك الطاغوت حتما هذا ظلم أصغر عندما نقول أصغر نسبي الظلم ليس صغيراً ما عندنا ظلم صغير اصلا احنا الظلم هو من الكبائر لكن كنسبه هذا الظلم بالنسبه الى ذلك الظلم هذا اصغر من ذاك شخص يظلم شخصا واحدا فقط هذا الظلم له عذاب اخروي له اثار سيئه في الدنيا تقصر عمره كم نسبه لا اعلم يوجد هذا الظلم غباء بنسبه معينه بعض الاشياء لا يراها بعض الواضحات لا يراها لاجل ماذا هذا الظلم كله لاجل دنيا اصغر من ذره اخواني هذا في جانب اخر لكن حياه الدنيا كم هي تافهه خلاصه حياه الدنيا في ايتين طبعا كثير من هكذا امور موجوده في القران الكريم هذه زاويه ايه قرانيه تذكر بدايه الانسان ايه قرانيه تذكر نهايه الانسان في الدنيا ايه تذكر بدايه الانسان والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا النكرة في سياق النافي تفيد العموم يعني ولا شيء يعني ولا شيء ولا شيء شيئا نكرة في سياق النافي لا تعلمون يعني المولود عندما يولد الإنسان عندما يولد في بداية ولادته لا يعلم ان السماء موجوده، لا يعلم ان الارض موجوده، لا يعلم انه مستقر على مكان صلب، لا يعلم ان له ابا، لا يعلم ان له اما. يقول العلماء ظاهر هذه العباره من الايه القرانيه ان الطفل في بدايه ولادته لا يعلم انه هو موجود، حتى هذا المقدار لا يعلمه. لا تعلمون شيئا، صفر. هذه بدايه الانسان. نهايه الانسان ما هي؟ نفس البداية ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا نكرة في سياق النفي أيضا الإنسان عندما يكبر يصاب بالزهايمر تشتد الحالة مؤمن كافر لا فرق هذه نهاية الإنسان إذا طال به العمر هذه الحالة تشتد عنده، تشتد عنده، يصل إلى إن لم يمت، يصل إلى درجة لا يعلم شيئاً، لكي لا يعلم مم، لكي لا يعلم بعد علم شيئاً، لا يعلم شيئاً بعد علم، في هذه الفترة كان عالماً، لا لا يعلم أي شيء، يعني لا يعلم أنه هو موجود، هذا الشيء لا يعلمه. هذه الحياة هذه الحياة تستحق ان يظلم الانسان احدا فيها يعني ماذا هذا هذا بدايتك هذه نهايتك هذا في جانب العلم في جانب القدره نفس الشيء قدرتك في البدايه كم كانت انا المقتدر اه اصبر قليلا في البدايه لا شيء في النهايه لا شيء في روايه اهل البيت بدايته جيفه اجلكم الله نهايته جيفه في كل الجوانب أكثر. هذه الحياة الانسان يسوى ان يخرج منها ظالما للناس هذا عقل اصلا على ماذا تظلم؟ اختم كلامي بمقاطع من ايات قرانيه طبعا القران تحدث عن الظلم طويلا طويلا يعني ان هذه المشكله مشكله حقيقيه في البشر، يعني البشر يحتاج الى توجيه كبير كثير. مقاطع من ايات قرانيه. مسلسله طبعا. هي الايات ليست مسلسله، انا اذكرها. يقول الله سبحانه وتعالى: "وسيعلم" هذه كلها عن الظالم. قلت الظالم الطاغي ذات ظالم. الظالم الذي يظلم شخصا واحدا ظالم. ظالم الله عز وجل يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الكلمة ما هي سيعلم في النحو درستم سوف عادة يكون للمستقبل البعيد السين عادة يكون للمستقبل القريب الله عز وجل يقول وسيعلم قريباً يعلم الذين ظلموا. آية قرانية أخرى الله عز وجل يقول: "ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم"، اقرأوا تفسير هذه الآية. يعني ماذا أخرجوا أنفسكم؟ هذه بعد ذلك سيعلم هذه عند الموت يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم هاي مرحلة أخرى يرجع بعضهم إلى بعض القول يريدون أن يتهربوا نوعا كيف ما يمكنهم أن يتهربوا يقول الله سبحانه وتعالى في ايه قرانيه اخرى وما للظالمين من انصار ما عندك ناصر انت الظالم ما عندك ناصر هذه ايه عجيبه 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 جدا وخطيره جدا يقول الله سبحانه وتعالى الظالم لماذا ظلم؟ لاجل شيء في هذه الدنيا شيء صغير من الاموال، شيء صغير من المقام شيء صغير من الرئاسه، شيء صغير جدا من الوجاهه هذه الامور ذره في الدنيا بالنسبه الى الدنيا ذره انت ما ظلمت الناس لأجل أن تكون أكبر حاكم على وجه الكرة الأرضية، لا، لأجل شيء تافه. ما ظلمت الناس حتى تملك كل أموال الأرض، من يملك؟ لأجل مال قليل يظلمون الناس. لأجل هذه الأشياء. في يوم القيامة ماذا يحصل لهذا الظالم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن للذين ظلموا شيئا من مال الدنيا شيئا من وجهه الدنيا لا ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه كل الارض كل الارض يعني كل الارض يعني كل اموال وكنوز الارض كل ثروات الارض كل قدره الارض كلها ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه بقيه الايه اخطر من هذا المقطع نفس الايه بعدها ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله أكبر هذه الآية هذا المقطع من أخطر آيات القرآن الكريم المجرمون على الأقل بعضهم يدرك أنه في يوم القيامة سوف يحاسب حسابا عسيرة شديدة يدرك أنه يعذب بعضهم يعترف يقول أنا أدري خلاص أنا من أهل جهنم أو أنت تنقذ من في النار؟ قال ذاك المجرم لعنه الله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو يعلم أنه من أهل النار لا لا تعلم سيظهر لك من الله سبحانه وتعالى شيئا ما كان حتى في حسبانك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما كان يحتمل أن الله عز وجل يعامله هكذا اصبر هذا لمن؟ للظالم ولو ان الذين ظلموا بدايه الايه لاجل هذه الدنيا هكذا شيء هذا جدا خطير كان نعم نعم يوجد اخطر من هذا لعله يقول الله سبحانه وتعالى الا لعنه الله على الظالمين لعنه الله على الظالمين لعنه الله سهله والعياذ بالله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: "ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد" خالد في العذاب، خالد لا يخرج من العذاب ابد. آية أخيرة الآن نهاية لهذه الآيات التي تتحدث عن الظالم "فكان عاقبتهما" اثنان لا علينا بهما الان كلامنا ليس عنهما فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها شاهدي هنا وذلك جزاء الظالمين الظالم يكون مخلدا في النار مخلدا ليست النار الحمراء في الدنيا النار التي فيها نور نار الدنيا فيها نور تضيء، نار الاخره مظلمه، نار الاخره ليست حمراء سوداء. لو جعل من نار الاخره ذره ذره على وجه الكره الارضيه لذابت الكره الارضيه كلها لو ذره جعلت هكذا نار لحظه واحده لا سنه يبقى في النار لا عشره سنوات، عشر سنوات لا الف سنه لا خالدا. وذلك جزاء لا علي باولئك بالاثنين علي ببقيه الايه وذلك جزاء الظالمين اللهم لا تجعلنا من الظالمين اللهم لا تحشرنا مع الظالمين اللهم احشرنا مع محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم بمحمد وال محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين ابدا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، إلهي كفى بي عزا ان اكون لك عبدا، وكفى بي فخرا ان تكون لي ربا، إلهي انت كما احب، فاجعلني كما تحب. إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين